بالإضافة لهذا النجاح كمان حققنا نجاح لطبيب كمان سوري مثل ما أنا شايفين. وصلنا على الإيميل أنه مطلوب منه يقدم للخطوات التالية. طبعا الأطباء يلي هن بهذا المجال وبيعرفوا طبعا بيعرفوا أنه هذا الموضوع بده هذه الخطوات انطلب منا اليوم، ونوعدكم بفيديو من الطبيب لما يصل لكندا. هذا الشيء حيكون إنجاز جدا رائع للأطباء والقطاع الصحي. مرحبا محمد، كيفك؟ أنا اليوم استلمت باسبوري وحطولي الفيزا. بدي أتشكرك، بدي أتشكر مكتب نورث لايف كندا، وبتمنى من الكل اللي بيقدم مع محمد يطول باله ويسمع منه، لأنه كل كلمة بيقلك إياها لمصلحتك. ما يستعجل، قدمنا والحمد لله انقبلنا. ملفنا كان كتير قوي، محمد ما قصر معنا، وشكرا لك وبالتوفيق لكل حدا بيقدم عندك. سلامات سيد وادع محمد، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. بس حبيت طمنك وصلوا عيلتي الحمد لله، والامور كانت جدا جدا ميسره. حتى بالمطار يعني كانت الامور جدا سهله، ما اضطروا ابدا لاي شيء، بس من وين جايين واخذوا العنوان وقالوا لي تفضل. فكانت الامور كثير مريحه، الله يعطيكم الف عافيه وتضلوا بخير جميعا. بدي اشكر شباب مكتب نورث لايف كندا فردا فردا، الله يعطيكم الف عافيه. حابب بارك للشخصين يلي حصلوا على تأشيرات لدخول كندا. طبعا أول شخص اشتغلنا كتير على طلبه تقريبا 6 أشهر لحتى عائلته كاملة صارت موجودة بكندا، وهذا إنجاز جدا جدا رائع، خصوصي للجنسيات يلي عندها مشاكل مثلا بدولها، فبيكون من الصعب الحصول على هذه النتائج الإيجابية بشكل سريع مثل يلي صار معنا أو يلي حققناه للجنسية السورية. طبعا كتير ناس بتسألنا انه انتو مثلا بس بتقدموا للجنسيات. لا، لحنا ما منقدم لجنسية واحدة، لحنا منقدم لأي جنسية ومنتعاون مع اي شخص، وما بيهم الباكراوند تبعه. فالشخص ما بالضرورة يقلنا شو هي جنسيته اساسا، فهذا الشيء غير مهم. لحنا اللي بيهمنا انه نتعامل مع الشخص ونقدم خدمات ايجابية ونصل لنتائج ايجابية لأي شخص منتعامل معه. فما بيهم موضوع الجنسية إلا لموضوع تقديم الطلب أو عن تقديم الطلب. فهذا الموضوع. طيب، موضوع حلقتنا اليوم هو الفيزا الرقمية اللي صار عليها تحديثات. طيب، شو شروط هذه الفيزا؟ هذه الفيزا منقدر إنه نستفاد منها لأشياء كثيرة. يعني ممكن إنه ندور على فرصة عمل، وممكن نأسس عمل داخل كندا، لكن إلها شروط معينة، إلها طرق معينة. رح نحكي عن هذه الشروط. أول شيء، الشخص ما لازم يكون في عنده criminal record، يعني ما عنده سجل إجرامي، ولازم يكون صحيا ما في عنده أي مشاكل صحية. بالانتقال للخطوات التالية، الأعمار ما في أعمار محددة لهذه الفيزا، يعني الشخص ما زال 18 سنة ومؤهل ممكن يقدر يقدم. بننتقل لموضوع إذا كان هو قادر أنه يتأقلم مع المجتمع الكندي. هلا عم يكون في حاليا في كتير كورسات لها علاقة بالانتجريشن او الاندماج بالمجتمع الكندي، هذا كتير مفيد. يعني هذا بيفيد الشخص بالهجرة، ممكن يعطي فكرة لضابط الهجرة انه الشخص هو جاد بالاندماج بالمجتمع، جاد انه بس ليجي حابب انه يتطوع، حابب انه يدور على شغل، يعني بيرجي انه هو عضو فعال ونشط وإيجابي. فطبعا غير الشخص اللي مثلا بيقدم بطريقة غير مثلا منظمة إذا صح التعبير، لأنه هذا الشيء كتير بينتبهوا له. في ناس تعتقد أنه لا، هذا الشيء ما مهم وخلاص. طبعا هذه الملفات أحيانا بيتم الرجوع لها للتحقق منها، فهذا الشيء يلي أنا عم أكد عليه. بيقدر الشخص يأخذ مثلا كورسات الاندماج، ممكن الخبرة الكندية، هذا كله بيسهل على الشخص. فلحنا عم نحاول نصل نتائج إيجابية عن طريق هذا الشيء. ممكن قريبا نعلن
عن بعض الاتفاقيات اللي بتساعدكم بالحصول على هذه الكورسات، وبتأهلكم طبعا لهذه الجامعات أو الكليات أو المعاهد الكندية يلي بتقدم هذه الخدمات. طيب، بالنسبة لموضوع عقد العمل، هلأ الفيزا الرقمية طبعا هي بحاجة عقد عمل، وهلأ الناس بتعتقد يلي عم تشاهدنا انه هذا اصعب شيء. طبعا مو دائما هذا اصعب شيء، لانه حققنا نتائج جدا جدا رائعة مؤخرا، وبنقدر انه نساعد بهذا الموضوع. فهيك اذا انت امنت التأمين الصحي، السيرة الذاتية، وانه ما في عندك مشاكل جنائية، ومقيم بشكل نظامي ببلدك او ببلد اخر، دبي، الامارات، اي دولة اخرى بس عندك اقامة نظامية، وعندك حساب بنك يلي هو يغطي نفقات، ما رح احكي عن الرقم لانه يختلف من شخص الى اخر، ما رح احكي عن الضمانات لانه اللي بيتعامل معنا وبيعرف طريقة عملنا وبيعرف القانون عنا بيعرف انه ما في شيء مضمون. يعني حتى لو قدمت عن طريقنا بكل خبرتنا وكل نجاحنا والرفضت طبعا بتخسر الاتعاب ببساطة. يعني بالنسبة للخطوات، هلا الشخص مهتم انه يحصل على هذه الفيزا ويتقدم لها، لازم اول شيء يتواصل معنا. بعد ما يتواصل معنا بنعمل دراسة كاملة لوضعه، طبعا مجانا كاملا، صرنا تقريبا سنتين بهذا الموضوع بالاستشارات المجانية او بالعضويات اللي هي مخفضة مؤقتا. بالانتقال للخطوات التالية، بعد ما يتواصل معنا بنقدر نحدد خطة العمل، بنقدر نشوف اذا فينا نحقق عقد العمل ومنقدم. اذا صار في قبول صار في عندك فرصة تلاقي عمل هون، حتى لو تغير القانون اللي هو تحويل لإقامة عمل. فطبعا فيكم تسمعوا أونلاين من الأشخاص يلي هن مثلا ما لهم بمجال المحاماة أو مؤثرين بيقولوا لك لا. طبعا كل شخص له مجاله، فأنا مالي مؤثر كمحامي هجرة، بأكد إنه في طرق قانونية بتساعدنا بطرق معينة أخرى لتسهيل هذا الموضوع. ما حبينا، حبينا نأسس عمل، صار في عنا أوبشن تاني. إذا كان في أي استفسار فيكم تحاكونا على الواتساب للاستشارات المجانية 001-416-550-5320. أما إذا كنتوا حابين تكونوا بالأعضاء اللي دافعين عضوية وبدون رد أسرع، طبعا إنه رقم خاص اللي هو 001-437-440-3235. شكرا كتير لكم. اليوم كان 23 أكتوبر أو 24 أكتوبر 2025 من مدينة تورونتو، درجة الحرارة تقريبا 14 سلسيوس أو 14 مئوية. شكرا مرة تانية وطاب يومكم.